وما استطعتش يكون مخزن يتفق على الفقير القارن، وما استطعتش يكون مخزن يتحمل الصوفياني الحق السلطوي. أنا عضو حركة تهزيل الصعيد وغادي يبقى عضو حركة تهزيل الصعيد. Yeah.
الاستقلال. شنو داروا؟ جايبين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتبناوها جابوا. حتى المبادرة جابوها في الشعب هذي كنقلخ. وفي الشعب والفضيحة كبيرة راه علينا نخزي وراه البطشية جاو قالوا لينا حنا راه هذا الجمعية راه بعضهم يلعن بعض. الجمعية قال لنا عادي الرئيس دايرة مليون باش تدير لنا المبادرة. وعطينا القايد قال لك مليون باش تدير لنا المبادرة. ويلي انطر اللي زيد عدي الرشوة في الشعب وتعطي رشوة الرئيس دايرة وتعطي رشوة القايد باش يعاودوا يتنازلوا سياسة. وسرقي الاموال ديال الشعب اللي منين جيت فيه حطوا في الشعب ما تسرقش في الشعب ما تعطيش رشوة الرئيس دايرة. اول واحد اللي بغيت تبقوا فيه القانون هو رئيس دايرة. ولا بغيتي تضحك وتفرش جاي نعرف فين لما شمولي عطار المندوش ورئيس مجلس علمي الدكتور حافظ القران العالم تبارك الله جاي معايا رئيس دايرة كرال. الله اكبر. ويا المقلوب ويا رجل يزيد عيني وقرأت أوقف.
شنو في العصر، كيف تشل عليه هيك فينا اللي عاش ابراهيم؟ امي ما عارف البال انت ويوريو البقى نجوي وانت الشم هاك ايام ما كنت اربع ايام وانت في ولكن في الكاتشك يا عاش ابراهيم ما تكفيتش معايا حالا حركات